صراحة يعني اخباركم ايه في الدوري؟ الدنيا ايه؟ ما شاء الله عندنا 2007 فريق من الفرق المميزة، ودايما هنا بنذيع لكم ملخصات المباريات وماشيين ما شاء الله بشكل كويس. والله احنا الحمد لله تمام، ماشيين كويس، بس هي شوية يعني اخطاء كده بسيطة يعني معانا، بس ان شاء الله نفضل نحلها يعني الفترة الجاية ان شاء الله. في البداية بقى لسه هنتكلم دلوقتي عن الدوري باستفاضة، محمد عبد الفتاح تاح عشان الناس تعرفك، دايما الناس بتسمع الاسم ده محمد عبد الفتاح. الاول عرف يعني الناس مركزك ايه في الملعب. انا بلعب سترايكر وبلعب ساعات وينج شمال. بتلعب مهاجم او ناحيه الشمال، المكان اللي بتجيد فيه بشكل افضل ايه؟ الفيرود. المهاجم. انت السنه اللي فاتت تحت صعدت مع 2000 انت 2007 صعدت السنه اللي فاتت مع 2006 في بطوله زد الدوليه، صح؟ احكي لنا عن البطوله دي، خاصة كانت بطولة قوية ويعني وأحرزت فيها هدف كمان في النهائي. والله يا كانت بطولة قوية يعني، ادتني دافع كبير جدا ان انا ابقى كويس، حتى اللعيبة بتاعت 2006 بشكرهم كلهم، لعيبة يعني كل اللعيبة يعني كانوا واقفين جنبي بشكل كبير يعني، بشكرهم طبعا، وبشكر الجهاز الفني طبعا، الكابتن سيد غريب كان صعدك السنة اللي فاتت لما كانش 2006. بشكره جدا يعني اكيد، فبشكر اللعيبة يعني عامة كلهم. تمام ياسين،